مشي ماش أصدقائنا، رجعنا لكم بحكاية جورو القسم الثالث. لو ما شفت الأقسام الماضية ضروري تشوفهم، وقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك وليتس جو. مرق أسبوع من وقت نشر المقال، والكل تجنب جورو مثل ما خبروا رفقاته لحتى ما يورطوا أكتر، وبيحس بالوحدة الشديدة لحاله، خصوصا مع البنات اللي عم بيضايقوا كل الوقت إذا كان فعلا عم بيواعد ثلاث فتيات. بس أسونارو هي الوحيدة اللي كانت معه بهالأسبوع وضو كل الأسبوع سوا، سواء بالتدريب أو بالفرصة، وهما الاثنين طول الوقت مع بعض. بيتصل علي سان وبيخبره انه في مشكلة بمجلس إدارة المدرسة بين المعلمين والآباء، السبب انه في شابين برأسة الزهور، لانه هالشي تقاليد انه يكون ثلاث بنات وشاب واحد. فسان بيقول له انه مضطر ينسحب من الرقصة، والحل انه يلاقوا بنت تانية. فبيفكر جورو وما بيلاقي افضل من أسونارو اللي هي عم تتدرب مع الرقصة، وبيطلب منها تشاركهم فيها. أسونارو بتوافق بعد اصراره، وبوقتها بتظهر رئيسة مجلس الطلبة ساكورا وبيطرحوا عليها الفكرة، بتوافق وبتطلب من أسونارو تجي معها. أسونارو بتصر انه جورو لازم كمان يجي اذا الموضوع متعلق برقصة الزهور. ساكورا بتحكي انه هالكلام ما لازم جورو يسمعه، بس أسونارو بتصر انه يكون معهم. وبهيك ساكورا بتاخدهم للمكتب وبتحكي لها انها بترفض مشاركتها معهم بالرقصة، وانه اللي لازم تعمله هلأ هو كتابة مقال تكذب فيه الاخبار اللي كتبتها عن جورو. سونارو بتحكي لها انها مو مضطرة تاخد الاوامر منها، ولهيك ساكورا بتحكي لها انها بتعرف انها كذبت على الكل وخدعت جورو، وانه هي اللي عم تنشر عنه الاشاعات غير الاخلاقية بين طلاب السنة الاولى خلال فترة الغداء، ولهيك هي بتعمل حالها مشغولة وما بتروح تتدرب معهم. بس أسونارو بتنكر، فبتحكي لها انه الصحيفة اللي انطبعت واللي حكت انها بالغلط هي اللي طبعتها بنفسها باليوم السابق وحطتها بدل صحيفة اليوم ونشرتها، انه عندها الدليل على هالكلام، وبتورجيها ورقة الطباعة والأسوأ كاميرات المراقبة اللي بتورجي انها طبعتهم. أسونارو بيبطل في شي قدامها تحكي لتدافع عن حالها، وساكورا بتحكي لها انه كل هاد كان بس لحتى تتقرب من جورو ويكون لإلها هي وبس، وهي السبب باجتماع الآباء مع المعلمين على الرقصة لحتى هي اللي تنضم لإلهم. يتفاجأ جورو انه ممكن تعمل كل هاد، وبيسألها عن السبب، فبتحكي له انها واقعة بحبه أكيد من السنة الماضية بنفس الحدث طبعا تاع البيسبول، بس دائما كانت تلاقي مع حدا تاني ولهيك حاولت تعزله ليحس بحبها ويضل معها. جورو بيحزن عليها وعلى مشاعرها، بس بيعمل حاله شخص قاسي وبارد وبيبهدلها وبيحكي لها انه مستحيل يكون معها، وبيطلب منها تصلح اخطائها. بتبكي أسونارو وبتعتذر لهم وبتطلع من المكتب. اما ساكورا فبتقول لهم لقيوا له البنت الثالثة، وهي طبعا بانجي، وبيكون اخيرا صار وقت الرقصة، وبيرقص اول شي مع هيماوري. بتسأله اذا معجب حدا، فبيحكي لها انه بهالفترة لا، وبتنتهي هالرقصة. بعدها بتيجي ساكورا وبيرقصوا سوا، وبتقول له انه سر أسونارو ما حدا حيعرف فيه، وبتحكي له انها اشتاقت له كتير بهالاسبوع. اما الثالثة فبتظهر بانجي، وبيكون جمالها ساحر والكل بالمدرسة بيحكي عنها، وبتقول له انها بتعرف انه كان يجمع رفقاته بالمكتبة لحتى يترافقوا وما تحس بالوحدة مثل ما كانت من قبل. بيحكي لها انه عمل هالشي لانه ممتن لإلها ولمساعدتها لإله. بانجي هي اكتر وحدة بتقدر تفهم مشاعر جورو، والواضح انه مو هي الوحيدة اللي واقعة بحبه. بعد ما يخلصوا من الرقصة بتتشكى رفقاته وبتحكي لهم انها بتتمنى تشوفهم اكتر. بيتأثر جورو انه رجع معهم اخيرا وتحسنت علاقته مع الكل. بعد انتهاء الحفل بيعطوهم يوم عطلة، بيفيق جورو وبيلاقي امه نشيطة كالعادة، وبتحكي له انه اليوم رح يطلع مع رفقاته للغدا. بيسألها كيف عرفت، فبتحكي له لانه رفيقتك خبرتني. وفجأة جورو بيلاقي بانجي قاعدة بنص الصالون عندهم، بيقعدوا سوا على الفطور، وبيسألها عن السبب لوجودها ببيته. فبانجي بتحكي له انه بالصدفة وهي عم تراقبه كالعادة امه شافتها وحكوا مع بعض وطلبت منها تفوت لجوا، والتنتين معطين بعض ألقاب وكأنهم أقرب الأصدقاء. بعدها والدته بتحكي له يهتم فيها وبتتركهم لحالهم، وبانجي بتعطيه تكت ليروحوا سوا على المسبح، وبيتلاقوا كلهم هناك وبيتسلوا. لما يروح يشتري لهم شي ليشربوا بتلاقي بنت النخبة اللي بمدرسته، بس جورو ما بيعرفها لأنها مغيرة تسريحة شعرها،
ولما بتشوفها بتعصب منه وبتعصب أكتر لما ما بيعرفها، بس بتستغل الموضوع وبتحكي له إنه في عندها رفيقة وقع بمشكلة منها غلطت بحق شاب وبدها تحاول تصلح هالوضع. قرب يقترح عليها تعتذر لشخص بس، بس هي بتحكي له انه هاي اجابة تافهة، وهو بيقنعها انه ما حدا كامل والمنطق اذا غلطت بحق شخص انه تعتذر له، المهم يكون اعتذارها صادق حتى لو قضته هاد هو الشي الوحيد اللي ممكن تقدر تعمله. فبتتشكره على اجابته وبتعطيه عصير اشترت له اياه. بيرجع جوره لعندهم وبيتخانقوا عليه هيماوري وساكورا وبانجي، وبيحفزهم سان انه يتقاتلوا بين بعض، والفكرة انه كل حدا فيهم راح ياخده لمكان ويلعبوا لعبة، والفائزة هي اللي بيستمتع معها زورو أكتر شي. بيروح مع هيماوري أول شي على مزلاق المي، وتاني شي مع ساكورا الغبية اللي بتقعد تفكر بالزواج منه وبتنسى تطلع معه. بيروح لحاله لولا انه سان بيركب معه وبينقذه على الدولفين، واخيرا مع بانجي وبيكون معها خجول على غير عادته، وبيشكرها هو كمان لانها ساعدته ليرجع مع رفقاته، وبتحكي له كل شي بيعمله بحياته من كتر ما بتراقبه، بيتوتر انه حياته كلها مراقبة ما عنده اي خصوصية، وبيجي برضه سان وبينقذه من هالمحادثة. بس يخلصوا من هالعطلة الممتعة بيسألوا مع مين استمتع أكتر شي، بيختار سان لأنه صديقه المنقذ اللي ساعده كل هالوقت، وبيرجع هالاتنين سوا للبيت. ولما بيروح على المدرسة تاني يوم بيلاقي فتيات النخبة اجوا كلهم واعتذروا له بصدق، وخبروا انهم اسفين على الكلام والإشاعات اللي طلعوها عنه، خصوصا بعد ما نشرت الجريدة اعتذار وكذبت الخبر، وبيحكوا لهم سمعوا عنه انه شاب لطيف. وبعدها بتيجي البنت ساسانكا وبتكون شالت الصبغة الحمراء ورجعت شعرها الاسود، وبتعتذر له هي كمان مع صدمته انها متغيرة. وبنرجع للسنة الماضية اللي بوقتها خسر سان، بنقدر نعتبره يوم الحب العالمي. بوقتها جورو شرى كمية لحم كبيرة ليشجع سان على خسارته، والبنت اللي كانت تشتغل بالعربة بتحكي له انه حفظها وشجعها لتعمل المستحيل لأصدقائها بعد ما شافت حبه لصديقه بتسأله عن اسمه. لا بعد سنة ظهرت بوجه جورو واجت باست ايده قدام كل الصف، وبيتفاجأ جورو كتير، وكل الصف بيصفن باللحظة الغريبة اللي صارت، خصوصا البنات اللي بنعرفهم واللي واقعين بحبه. تعرف عن حالها باسم تسوباكي وانتقلت من هون جديد لهالمكان، وبتحكي له انها مستعدة تخدمه وتعمل له اي شي بتياه، بس جورو بيقرر انه بده يكشف حقيقتها وانها كذابة بدها تخدعه وفي وراها مخطط شرير. زورو بطل مقتنع انه في بنت ما عندها مخططات سيئة ورح تأذيه بالنهاية، بس قد ما يحاول يعرف مخططها عم تكون مثل الملاك قدامه وبكل نعومة، لدرجة انه ببلش يقتنع انها فعلا ما بدها منه شي، وبتطلب منه يتغدى معها، فبياخدها للمكتبة مكان ما كلهم بيتغدوا سوا. بتتعرف عليهم وبتكون بانجي كل الوقت عم تلاحظ تصرفاتها، لانه مثل ما بنعرف فبانجي بتقدر تقرأ الناس اللي قدامها وبتعرف مشاعرهم الحقيقية. بعد ما بيخلصوا بانجي بتطلب من جورو يحكي معها لحالهم، وبتهدي كتابها المفضل وبتحكي له يقرأ ويرسل هيا بعد ما يخلص قراءته. جورو بيروح ليشتري هدية لعيد ميلاد هيماوري اللي قرب، بس بوقتها هيماوري بتشوفه وكالعادة بتطربه وبتنط عليه، ولما بيرجع على البيت ما بيلاقي الكتاب، فبيرجع ليدور عليه بالمكان اللي التقى فيه مع هيماوري بس ما بيلاقيه. بوقتها بيشوفوا بنتين من غير مدرسة بيجوا ليساعدوه، وبيسألوه على شو عم يدور، فبيخبرهم انه في كتاب ضاع منه، بيلاقوا له اياه بعدها بس بيكون مزع تقريبا. بيزعل جورو انه هالكتاب من بانجي ومهم كتير لإلها، وبيحكي انه يمكن الافضل يشتري واحد جديد، بس بتحكي له واحدة منهم انه هالكتاب سعره بالملايين، فجورو اعصابه بعد هالرقم وبيعطوا رقم المتجر اللي بيبيع كتاب مثله. ولهيك بيقرر جورو انه يلاقي عمل جزئي يقدر يجمع فيه المبلغ ليجيب لها الكتاب. وقت الغدا بيكون مشغول بس عم يبحث عن وظائف، فبتقترح عليه تسوباكي يشتغل عندها وبيوصفها بمنقذته. يطلب بعدها من بانجي يحكي معها، وبيعتذر لها عن الكتاب وبيقدم لها اياه، وبيحكي لها انه اسف وانه اهماله سبب هالشي. بانجي بتحزن شوي على الكتاب، بس بتحكي له انه مو مهم، وانه بدل ما يروح للشغل يضل معها بالمكتبة بالمقابل، بس هو بيرفض وبيحكي لها انه هاد شي لازم يعمله، وبيطلب منها يضل معه الكتاب لحتى ينهي قراءته. فبتحكي له انه الكلام بينهم انتهى وصار وقت لتروح، وكأنه في شي في بال بانجي. وجورو بعدها بيروح ليبلش بشغله الجديد. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثالث. برأيكم هل في شي عم تخفي هالبنت الجديدة؟
وصلوا هالمقطع ل 1200 لايك لنكمل القسم الأخير. بنشوفكم بملخص جديد ولوقتها سايونارا.